بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى الكعبة البيت الحرام وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غفور غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام هي أيام الوفود رحلة الموسم الحج التي ينطلق فيها الناس من سائر أنحاء العالم ليؤدوا فريضة الحج التي فرضها الله على كل مستطيع للحج ليلتقي المسلمون عند البيت الحرام الذي هو المسجد العالمي الأول. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فهو المسجد العالمي الذي يريد الله للناس أن يقصدوه ويريد للناس أن يتوجهوا إليه في صلاتهم وفي الكثير مما فرضه الله عليهم. وليلتقوا عنده ليتحسسوا في هذا اللقاء العالمي الذي لا نظير له في أي دين من الأديان وفي أي موقع من المواقع. فالله يريد لهم أن يلتقوا عند بيته ليشعروا بأنهم يتوحدون بالله ويستظلون بيت الله ويطوفون حوله. وهكذا أيها الأحبة، كانت فريضة الحج فريضة يستعيد فيها الإنسان علاقته بربه واستجابته له في موقع عبوديته له في طاعته له في كل أوامره وفي كل نواهيه. ونحن نلاحظ أن الله يريد للإنسان عندما يبدأ حجه أن يتخفف من كل ما اعتاده في لباسه من الثياب
التي يتنافس الناس فيها في قماشها وفي خياطتها وفي ألوانها، لينزع ذلك كله ليعود الناس عراةً بين يدي الله إلا من خلال ثوبي الإحرام الذي قد يشبه الكفن الذي يقف فيه الإنسان غداً بين يدي الله. وهكذا ينطلق الإحرام بعد أن يغتسل الإنسان غسل الإحرام، كمن كأنه يريد أن يتطهر من كل ذنوبه ليبدو طاهراً بين يدي الله سبحانه وتعالى في إحرامه، وليقف بين يدي ربه ليتفكر الإنسان أن الله خاطبه بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبقوله يا أيها الذين آمنوا، حيث أن الله يخاطب عباده من موقع إنسانيتهم ومن موقع إيمانهم ليقودهم إلى أن يعيشوا العبودية بين يديه، ليخضعوا له، ليطيعوه فيما أمرهم به فيفعلوه، وفيما نهاهم عنه فيتركوه. وهنا يصرخ المحرم ليتوجه إلى ربه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ليقول لربه ويعاهد ربه من جديد: يا رب، إنني هنا من أجل أن ألبيك في كل نداءاتك. والتلبية أيها الأحبة معناها إجابة بعد إجابة، كأنك عندما تقول لبيك إنك تقول لربك: يا رب، أنا لا أجيبك مرة واحدة عن كل ما أمرتني به ونهيتني عنه، ولكن تبقى الإجابة في كل حياتي إجابة بعد إجابة، إجابة في حياتي الشخصية، وإجابة في حياتي العائلية، وإجابة في حياتي الاجتماعية، وإجابة في حياتي السياسية، وإجابة في حياتي الاقتصادية والأمنية. سأكون يا ربي في موقع الإجابة لك. وذلك أيها الأحبة، ذلك عهد بينك وبين الله، كأنك تعاهد الله في إحرامك أن تكون كل حياتك إجابة له، ثم تنطلق بعد ذلك وتترك كل ما اعتدته من الطيبات لتنطلق في حالة حاسراً رأسك تتعرض للشمس وتتعرض للهواء لتصل إلى البيت العتيق، لتطوف بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف بالبيت يمثل أيها الأحبة التزاماً ببيت الله، وبيت الله هو مواقع طاعته، فأنت عندما تطوف ببيت الله
فلا تتعبدوا للأحجار التي بني بها البيت، وحتى عندما تلمس الحجر فإنك لا تتعبد له، ولكنك تلمسه للتبرك بما أراد الله لك أن تتبرك به طاعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا من يطوف بالبيت الحرام يبتعد عن الطواف في بيوت الظالمين. من طاف ببيت الله فلا يطوف ببيت الشياطين من الظالمين ومن الذين تتحرك كل مواقعهم وكل بيوتهم تتحرك في مواقع اللهو والخلاعة والفجور والظلم للناس وتعدي على حرماتهم. من طاف في بيت الله فإن عليه أن يجعل بيته العائلي عندما يطوف في كل غرفة من غرفه ألا يكون بيته بيتاً للمعصية، يشرب فيه الخمر ويلعب فيه القمار ويثير فيه الرذائل ويظلم فيه أهله من خلال ذلك. لا بد أن تجعل كل مواقعك في الحياة، تجعل بيتك، تجعل محل عملك، تجعله موقعاً تتعبد فيه لله، فتذكر الله سبحانه وتعالى فيه ذكراً كثيراً وتسبحه بكرة وأصيلاً. فإذا انطلقت إلى الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإن الله تعبدنا بأن نطوف بالصفا تارة وبالمروة أخرى في سبعة أشواط قربة لله وسعيا للسير في طاعة الله. إن الذي يسعى بين الصفا والمروة لا يمكن أن يسعى في ظلم إنسان، ولا يمكن أن يسعى إلى بيوت اللهو والفجور والخلاعة، ولا يمكن أن يسعى لإيذاء مؤمن أو لأكل حقه وأكل أمواله بالباطل. إن السعي بين الصفا والمروة يوحي للإنسان أن عليك أن تسعى في كل حياتك، أن تسعى بما يحقق ما الخير للناس كلهم وبما يحقق الهداية للناس كلهم، ثم بعد ذلك تعمل لتقطع شيئا من شعرك أو من أظفارك للإيحاء بأنك قطعت شيئا من ماضيك. وهكذا تبدأ حجك بإحرام جديد وتلبية جديدة، وتنطلق إلى عرفات لتعيش هناك في ابتهالاتك وفي خشوعك وفي خضوعك وفي دعائك لله سبحانه وتعالى. فإن موقف عرفة هو موقف دعاء واتهال وحساب للنفس ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه أن يغفر له. وقد ورد أن من كان في عرفات وظن أن الله لن يغفر له فلن يغفر له. عليك أن تحسن ظنك بالله وأن تجلس مع نفسك
لتدرس كل ماضيك فتتوب من كل ذنوبك في الماضي وتعزم على أن تبدأ حياة جديدة. وإذا انطلقت من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهناك من الناس من يتحدث الله عنه، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أعطني يا ربي بيتا، أعطني مالا، أعطني أولادا، ولكنه لا يتحدث عن الآخرة، لا يتحدث عن مغفرة الله، لا يتحدث عن رحمة الله، لا يتحدث عن القرب من الله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب، لأنه استغرق في الدنيا ولم ينفتح على الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة لأننا نريد أن نعيش في حاجاتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وهكذا أن يشغل الإنسان نفسه في المشعر الحرام لينظر إلى الدنيا في طلباته من الله بعين، وينظر إلى الآخرة بعين أخرى، ويستعيذ من النار. وهكذا ينطلق بعد ذلك إلى منى ليقوم بأعمال منى ليرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ليقوم بعملية الأضحية لأن الله أراد له أن يقوم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهكذا يقوم الإنسان بعد ذلك يقصر من شعره أو يحلق شعره كأنه يريد أن يتخلص من كل الماضي لينبت له شعر جديد مرتكز على الطاعة. وهكذا ينطلق الإنسان ليطوف بالبيت من جديد وليسعى به من جديد، ثم ليرجع إلى منى ليعيش فيها بين يدي الله مبتهلا خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى، وليقوم برمي الجمار كأنه يريد أن يرمي كل شياطينه. وينتهي الحج في اليوم 12 من شهر ذي الحجة. ابدأ حياتك من جديد حياة جديدة في طاعة الله. وهكذا أيها الأحبة، ينتهي الإنسان من الحج في مناكس الحج ليعيش ليبدأ حجاً جديداً، حجاً في كل حياته، حجاً في كل مواقعه، حجاً في كل علاقاته، حجاً في كل مواقفه، ليكون طوافه بكل ما يرضي الله وسعيه فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ورفضه لكل الشياطين الجن والإنس. وهكذا يستطيع الإنسان أن يجد في حجه الكثير من ما يربي له حياته وأخلاقه. وقد ورد في بعض الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ورد أنه لا يعبأ الله، يعني لا يعتني الله بمن أم هذا البيت، بمن قصد هذا البيت، إذا لم يكن فيه خصال ثلاث: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يرد به جهل الجاهل، وخلق يداري به الناس. أيها الأحبة، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعي كل الحجاج الذين يسيرون إلى الحج أن لا يعتبروا الحج مجرد رحلة عادية يمارسون فيها حياتهم بشكل مادي، ولكنهم يعتبرونه ثورة على النفس فيما
كانت فيه من معصية الله وتمرداً على الشيطان وحياةً جديدة، وأن ينطلق كل الحجاج من سائر أنحاء العالم ليشعروا بالوحدة الإسلامية التي تجمعهم وتوحد صفوفهم وتقوي كل مواقعهم وتحرك كل مواقفهم في سبيل الله في مواجهة كل الكفر والكافرين والاستكبار والمستكبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.